السلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مرة أخرى. سبق لي أنني شفت هذه الصورة اللي اعتبرتها وثيقة اللي فيها أبوط يعني واحد الرسم للشيخ أحمد الهيبة ماء العيرين، وقلت على أنه كما يقول صديقنا الدكتور عبد الحق الصنيبي الثقة في الوثيقة. هذه وثيقة تاريخية، ويقولون دائما الحق ما شهد به الأعداء. هذه وثيقة كترجع لسنة 1912 تحديدا فاتح سبتمبر 1912، وهي صفحة الأولى من الجريدة الفرنسية لو بيتي جورنال، وكتب فيها في الأسفل au sud du Maroc في جنوب المغرب l'appel aux armes des partisans de l'Hiba، يعني دعوة للسلاح أو لحمل السلاح من طرف أنصار الشيخ أحمد الهيبة. قلت لأن هذه وثيقة تؤكد مغربية الصحراء بشهادة الفرنسيين، وأنا غنفصل لكم علاش. أولا، شكون هو أحمد الشيخ أحمد الهيبة؟ هو ابن الشيخ ماء العيني رحمة الله عليهم جميعا. هذا الرجل كان سنة 1912 قد قاد ثورة انطلقت من الصحراء المغربية حتى وصلت مدينة مراكش، وخاض معركة عرفت معركة سيدي بوعثمان ضد الفرنسيين. مهم، هذه قصة أخرى سنحكيها، والناس اللي بغي يعرفوا شكون هو الشيخ أحمد الهيبة غادي يرجعوا لجوجل، ولا رجعوا لأنه معروف هذا السيد، من قد دعا إلى نفسه أميرا للجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، خاصة بعد إزاحة السلطان المولى عبد العزيز الذي كانت تربطه بعلاقة طيبة، وكان يدعمه في الجهاد ضد الفرنسيين والإسبان في الصحراء المغربية وفي شنغهيت. وبعد إزاحة المولى عبد العزيز وتعويضه بالمولى عبد الحفيظ رحمه الله جميعا الذي وقع اتفاقية الحماية مرغبا هذا الواقع وهذا التاريخ، خرج الشيخ أحمد هيبة على السلطان، واعتبر أنه ملزم وهو قبائل الصحراء وقبائل سوس وحتى قبائل مراكش على أنهم مطالبون بالجهاد ضد الاحتلال الفرنسي وضد عملائه من البشوات الذين دعموا الاحتلال الفرنسي أو الحماية الفرنسية للمغرب. قلت أن هذه الوثيقة هي وثيقة تاريخية تثبت مغربية الصحراء، والحق كما قلت ما شهد به الأعداء. إذا تصفحتم هذه الوثيقة التي هي عبارة عن الصفحة الأولى لجريدة لو بيتي جورنال الفرنسية، قلت أنه كتب في الأسفل au sud du Maroc، يعني هذا اعتراف في جنوب المغرب، ركزوا معي au sud du Maroc l'appel aux armes، يعني الدعوة إلى حمل السلاح من طرف المناصرين أو أنصار الشيخ أحمد الهيبة. يعني أن هذه الوثيقة التي هي عبارة عن جزء أو صفحة من جريدة فرنسية تشهد على أن الجنوب الصحراء مغربي سنة 1912 باعتراف الصحافة الفرنسية وباعتراف فرنسيين، لأن الشيخ أحمد الهيبة هو صحراوي، هو ابن الشيخ ماء العينين. لا أحد يعرف، الجميع يعرفون من هو الشيخ أحمد الهيبة، ويعرفون أباه الشيخ ماء العينين رحمة الله عليه الذي كان أحد أعوان السلطان المولى الحسن الأول الذي عينه بظهير شريف قائدا على سجل ماسا. يعني أن لا يعقل من الناحية المنطقية أن شخصا يسكن الصحراء ولا ينتمي إلى المغرب لا يمكنه أن يخرج من أرضه إذا لم يكن مغربيا كامل المغربية، يعرف أنه مغربي أصيل، ما كان لو لم يكن مغربيا لما دعا إلى الجهاد لتحرير المغرب ووصل حتى مراكش، لو لم يكن مغربيا لما التحقت به قبائل الصحراء وقبائل إتبع عمران وقبائل مجاط وقبائل سوس حتى وصل إلى مراكش. إذن هذا الشخص رحمة الله عليه كان مغربيا، وأبوه كان مغربيا، وأجداده كانوا مغاربة، لأنهم في الأصل هم من الشرفاء الأدارسة، وجدهم هو الشيخ بن مشيش في شمال المغرب. الذين يعرفون التاريخ من يعرفون من هو من الزاوية المشيشية في
في شمال المغرب. إذن هذه وثيقة تؤكد واعتراف من الفرنسيين على أن لوسيود يعني الجنوب مغربي، وأن أحمد هيبة مغربي، وأن الصحراء مغربية. هذه بعجالة قراءة سريعة في هذه الوثيقة التي سبق أن نشرتها، ووجدت أن هناك من تفاعل معها، وأن أنشرها مرة أخرى وأشرح لماذا تعتبر هذه الوثيقة شهادة تاريخية على مغربية الصحراء وعلى مغربية أهل الصحراء، وخاصة ساداتهم وشيوخهم وشرفائهم. ولا أحد ينكر شرف ورفعة الشيخ ماء العينين رحمة الله عليه وكل قبائل الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.